قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الفرق التابعة لها رصدت انتظام التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020. وأكدت غرفة العمليات خلال مؤتمر صحفي عدم وجود مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها. العملية الانتخابية بدأت في موعدها المحدد دون مخالفات انتخابية تذكر أو تؤثر على سير العملية الانتخابية. في التزام كبير بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية في مختلف اللجان. غرفة العمليات طبعا الخاصة بالتنسيقية يعني شغالة ومتواجدة، يعني مش بس من مجلس النواب ولكن كمان من مجلس الشيوخ. فتحت اللجنة يعني الغرفة أبوابها، وبالفعل عن طريق الغرفة والمركز الإعلامي وعن طريق 1500 متابع لينا موجودين ومنتشرين على مستوى الجمهورية، بنقدر عن طريقهم أو من خلالهم نحن نحصل على أكبر قدر ممكن من التغطية الممكنة، يعني اللي تقدر توصل لنا الصورة بشكل يعني أقرب للوضوح الكامل. كمان بيكون معانا عدد من المراسلين اللي بيكونوا موجودين معانا بشكل يومي ودوري. وطبعا احنا بدأنا بداية من المرحلة الأولى والثانية وفي مجلس النواب، مرورا بقى بجولات الإعادة. للمزيد ينضم إلينا عبر الصوت والصورة مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أستاذ محمد عبد العزيز. أستاذ محمد، برحب بك معنا على إكسترا نيوز. ما هي ملاحظاتكم في هذه الجولة ويمكن آخر ساعات في هذا اليوم من الإعادة في بعض الدوائر في انتخابات مجلس النواب؟ مساء الخير يا أستاذة لمى، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقدت منذ 9 صباحا لمتابعة العملية الانتخابية في اليوم الثاني في جولة الإعادة للمرحلة الثانية. زي ما حضرتك ذكرتي، النهاردة اليوم الأخير لانتخابات مجلس النواب بمرحلتيه وبجولات الإعادة به. بانتهاء يعني هذه الساعات القليلة المتبقية حتى 9 مساء اليوم بتنتهي كافة الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، وبيكون لدينا إن شاء الله يعني مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية بيكون لدينا التشكيل الكامل لمجلس النواب إن شاء الله 2021. غرفة العمليات المركزية لديها على الأرض 1500 متابع بيتابعوا الانتخابات في مختلف المحافظات ال13 التي تجري بهم جولة الإعادة، ولدينا أيضا متابعين في كل دائرة انتخابية، ليس فقط في كل محافظة ولكن في كل دائرة انتخابية بتجري الانتخابات بها. لدينا متابعين بيمروا على اللجان حاصلين على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية. من على مدار اليوم يعني وردتنا معلومات من مختلف المحافظات اللي تجري بها جولات الإعادة، وأقول لك إنه اللجان فتحت في موعدها المحدد ولم نرصد مخالفات انتخابية تذكر أو تؤثر على سير العملية الانتخابية. في التزام كبير بإجراءات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وأيضا قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تحافظ على نزاهة وحياد وسلامة العملية الانتخابية بمختلف المحافظات. أستاذ محمد، يعني كعادة المصريين الحقيقة أنه الإقبال أو زيادة الأعداد تأتي مع الساعات الأخيرة من اليوم الأخير في أي انتخابات، هل هذا دقيق هذه المرة؟ طول الوقت اليوم الثاني من الانتخابات بيكون نسبة الإقبال فيه أكتر من اليوم الأول، ده بيحصل دايما، وطول الوقت بتكون الساعات الأخيرة من الانتخابات في اليوم الثاني يعني هو النصف الثاني من اليوم الثاني بيكون دايما نسبة الإقبال فيه بيتزايد، خاصة في جولة الإعادة لأنه بيكون التنافس فيها كبير بين عدد من المرشحين على مقاعد محدودة، وبالتالي كل مرشح بيحاول أنه في اللحظات الأخيرة لأن دي الأمطار الأخيرة من السباق أنه يكثف قوته وأنه يحشد أكبر قدر من أنصاره للنزول في اللحظات الأخيرة أو في الساعات الأخيرة لحسم الانتخابات. بيكون باين شكل التنافس في كل دائرة انتخابية، يعني في دوائر بيكون فيها تنافس عالي جدا وفي دوائر بيكون الفروق كبيرة على مدار أيام التصويت سواء في جولة الإعادة، فالدوائر اللي فيها تنافس كبير بيكون فيها حشد كبير جدا في اللحظات الأخيرة لأن كل مرشح بيريد أنه يحسم السباق في الأمطار الأخيرة بشكل كبير، ولذلك
يعني المراسلين او متابعينا من مختلف المحافظات بداوا يمدونا بمعلومات عن بدا معدلات التصويت تزيد في هذه الفتره اللي بكلم حضرتك فيها دلوقتي. يعني اخر حاجه جات لي قبل ما ادخل الهوا كان ان معدلات التصويت بتزيد في مختلف المحافظات، ومن المتوقع استمرار زياده حتى اغلاق باب التصويت في الساعه 9 مساء وفقا لقرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات. أستاذ محمد، هل يمكن تحديد في هذه المرحلة أو هذا التوقيت فئات عمرية أو فئات ربما ترددت على صناديق الاقتراع في ثاني أيام أو في الإعادة بشكل عام؟ هل في كان في حضور للشباب؟ إحنا عارفين دايما المرأة المصرية الحقيقة لها دور قوي في أي استحقاق انتخابي، ولكن في فئات ملحوظة برأيك هذه المرأة؟ إحنا رصدنا ده بكل تأكيد، احنا رصدنا ده بوضوح جدا في تقاريرنا، انه في ارتفاع كبير في تصويت الشباب والسيدات في مختلف المحافظات، ويمكن المرأة في محافظات الدلتا اللي بتجري فيها جولة الإعادة كان ليها مشاركة واضحة جدا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني على مدار التصويت. أيضا الشباب كان ليهم مشاركة كبيرة جدا خاصة في مراكز المحافظات أو مراكز المدن اللي بتجري فيها جولة الإعادة، في مشاركة متميزة وواضحة جدا من الشباب، خاصة أن هناك عدد ليس بالقليل، عدد جيد من الشباب المرشحين اللي بيخوضوا جولة الإعادة هذه الجولة. ففي عدد من الشباب المرشحين موجودين في جولة الإعادة، ولذلك في ارتفاع من تصويت الشباب بمختلف المحافظات في كثير جدا من الدوائر. هل النسبة مرضية بالنسبة لحضراتكم بشكل عام من خلال المراقبة، نسبة الحضور؟ بكل تأكيد من المعروف عنه انه نسب ان يعني المشاركة في جولات الإعادة بتكون اقل من الجولة الرئيسية، لان الجولة الرئيسية صحيح. بيكون فيها عدد اكبر من المرشحين وعدد اكبر من المقاعد، وده مفهوم في اي انتخابات، لكن بقياس جولات الإعادة نسبة التصويت حتى الآن هي جيدة بمختلف المحافظات، ومن المتوقع ايضا انها تزيد في الساعات القادمه. فانا متوقع ان شاء الله انه التصويت هنختم في الساعه 9 مساء بعدد معقول جدا او بنسبه معقوله جدا، يعني متجاوزه نسب الاعاده اللي كنا بنشوفها قبل كده. يعني قد تكون جوله الاعاده هذه المره وجوله الاعاده في المرحله الاولى من اعلى معدلات جولات الاعاده في الحياه النيابيه المصريه. يعني أشكرك شكرا جزيلا مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أستاذ محمد عبد العزيز، كان معنا عبر الصوت والصورة.